عايزين نعرف منك تفاصيل تحديدا كانت فين. نعم صباح الخير يا نهى وصباح الخير لضيفك العزيز. بالامس بالفعل كان هناك اشتباكات عنيفه بين اهالي مدينه الزقازيق وعناصر من جماعه الاخوان المسلمين ومؤيد الرئيس المعزول بعد سلسله ووقفه احتجاجيه قام بها اعضاء الجماعه مطالبين بالقصاص وبعوده الرئيس المعزول، وخلالها ردته هتافات مناهضه للجيش والشرطه وكذلك للفريق اول عبد الفتاح السيسي ما استفز الاهالي وحدث تراشق لفظي، ومن ثم حدث بعد ذلك تراشق بالطوب والحجاره واشياء اخرى، كل ما كان يمكن ان تناله الايدي كان يستخدم فيها هذه الاشتباكات. حدثت حالات فر وفر وحرب شوارع بين الجانبين في منطقه القوميه في منطقه مواقف المنصوره بمدينه الزقازيق. جاءت قوات من الامن وكذلك مدرعات الجيش استطاعت السيطره على الموقف، ولكن بعد فتره طويله من الاشتباكات. كانت هناك ايضا بالامس مساء في قريه ناطوره التابعه لمركز كفر صف اشتباكات عنيفه ايضا بين الاهالي ومسيره مؤيده للرئيس المعزول في القريه، ولانهم ايضا استخدموا نفس الهتافات المستفزه بالنسبه للاهالي والتي تتعرض للجيش والقوات المسلحه والشرطه وما الى ذلك، ادى ذلك الى اشتباك الاهالي. الاعداد بتبقى كتيره يا حازم؟ الاعداد بتبقى كبيره؟ لا لا لا، ليست بنفس الحشد الذي كان عليه خلال الايام السابقه، الاعداد في تضاءل مستمر عكس ما كانت عليه في السابق، ربما بسبب سقوط قيادات الاخوان وكوادر الاخوان، ليس فقط هنا في المحافظه، مديريه الامن قامت خلال الايام الثلاثه او الاربعه الماضيه بعمليات مداهمات كبيره لكوادر وقيادات وعناصر جماعه الاخوان المسلمين والذراع السياسي لها حزب الحريه والعداله، استطاعت القاء القبض على عدد من هذه العناصر الفاعله في جماعه الاخوان المسلمين، كذلك استطاعت القبض على المتهم الاول والرئيسي في احداث قصر الاتحاديه التي وقعت في ديسمبر من العام 2012 والمدعو علاء حمزه والبالغ من العمر 43 عام. كان بيحقق مع الناس؟ بالظبط بالظبط يا نهى بالظبط، هو بالفعل هو بطل موقعه الاتحاديه وصاحب فيديوهات تعذيب المواطنين الشهيره في ذلك الوقت. بالامس مساء قام المحامي العام لنيابات جنوب الشرقيه المستشار احمد دعبس بحبسه 15 يوما على ذمه التحقيق، وجه له تهم التعذيب، تهم احتجاز المواطنين بدون وجه حق، تهم ايضا انتحال صفه مامور ضبط قضائي، وتهم البلطجه وما الى ذلك من هذه التهم. تمام. طيب حازم، انت قلت ان التعامل كان بالرشق بالطوب وما يطول الايدي، هل هناك اي وجود لاي نوع من الاسلحه؟ احيانا تتدخل في هذه الاشتباكات اسلحه ناريه وايضا زجاجات مولوتوف، ولكن بالامس كان يعني ربما الغالب الاعم في الاسلحه المستخدمه في الحجاره، ما ادى الى تحطيم العديد من واجهات المحال التجاريه وكذلك العديد من زجاج السيارات في المنطقه، كما قاموا ايضا باحراق اطارات السيارات، انتشر الدخان الكثيف في منطقه الاشتباكات في ميدان القوميه مرورا بشارع الامن الغذائي. الممتلكات الخاصه يعني كلها بتدمر في ظل هذه الحرب، حرب الشوارع، يمكن الشرقيه لغايه دلوقتي لم يتم ضمها للحظر، صح كده؟ بالضبط يا نهى، نحن خارج نطاق حظر التجوال المطبق في 14 محافظة. هل تعتقد ان انتم محتاجين تنضموا لهذه المحافظات اللي يتم فيها؟ لا 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 اظن الاحداث لا تستدعي. لا اظن، لانه كما ذكرت سابقا الحشد الذي كانت تقوم به جماعه الاخوان المسلمين اخذ في التراجع بالفعل بشكل ملحوظ للغايه على عكس كان عليه في السابق. اظن هناك ارتباك في بين قيادات الجماعه وبين اعمال التنسيق والمكاتب الاداريه المنتشره في المحافظات، وهو ما ادى الى تراجع هذه الاعداد. هل هناك بيان بعدد الاصابات اللي كانت بالامس؟ لم تصدر مديريه الشؤون الصحيه حتى هذه اللحظه اي بيانات بخصوص عدد المصابين، لكن النهارده الوضع لسه مستقر وما فيش اي مظاهر لتجدد التجمعات. ما دام جماعه الاخوان لم تعلم حتى الان عن انطلاق اي مسيرات او تنظيم اي سلاسل بشريه، اظن ان الوضع حتى هذه اللحظه هادئ. هم اعتقد في الفتره الاخيره لم يكونوا ليعلنوا عن موعد مسبق لقيام هذه المسيرات، هي تكون بشكل ولا يعلنون عن وجهتهم، ربما في خلال الساعات المقبله تكون هناك مسيرات، اعتقد هو الحشد اليوم زاد اكثر من اليوم يعني. حازم شهوان مراسل تلفزيون القناه بالشرقيه، بنشكرك جدا على هذه المعلومات، وان كانت هناك مستجدات سنتابع معك، شكرا. ارجع لحضرتك.